مساء الخير، أنا والعسل نرحب بكم مع نشان. مساء الخير وليلة رمضانية جديدة على شاشة الحياة والإل بي سي، برنامج أنا والعسل. ماذا تقول الليلة شهرزاد الرواية عن شهرزادتي أنا والعسل؟ تشبهني بذكائها وجمالها وحنكتها وقوة شخصيتها ولغز ما بعده لغز. شباك التذاكر يحن إليها ويسأل أين نجمتي؟ يجيبه الأفيش بعد أن خلى من البطولة المطلقة لي ولك وللجماهير نجمة واحدة كانت وستبقى، نادية الجندي نجمة الجماهير. نادية جندي مساء الخير. مساء النور، ازيك يا نيشان؟ مشتاق لي كثير. رمضان كريم وانت طيبه. تفضلي. واخيرا نادية جندي رح حوار الليله. تفضلي. من اول ما بلشت بالتلفزيون، يعني بنيو تي في كنت من 2001 وانا منيشان بدي استضيف نادية جندي. كتر خير ربنا هالسنه زبطت. اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وكل العالم العربي كله بخير ان شاء الله. عندك ملامح الديفا نادية جندي، لما الناس بيشوفوكي مش بس نجمه جماهير، انت نجمه اجيال مش بس جماهير. الحمد لله، ده من فضل ربنا. الاحتفاظ الوصول للقمة زي ما بيقولوا سهل، لكن الاحتفاظ بيه أصعب بكتير. إنك تحتفظ طول فترة طويلة جدا بمستواك دي عملية مش سهلة. الكثير من أصدقاء الزملاء الصحفيين قالوا لي نشان مش بس نجمة، هي ذكية كتير. يعني أنا عايزة أقول لك، أولا التوفيق من عند ربنا أول حاجة، ثانيا طبعا الاجتهاد، ما فيش حاجة اسمها شانس، ما فيش حاجة اسمها نجاح من فراغ. لازم يبقى عندك قدرات أولا، تبقى موهوب. ثانيا تعرف ازاي تختار، تعرف ازاي تحافظ على مستواك، تعرف ازاي تكسب ثقة الجماهير. عملية مش سهلة. شو اللي حبوه الجماهير فيك كل هالسنوات؟ شو اللي عندك مش عند غيرك؟ شو لغزك؟ لغزي الصدق. أنا صادقة جدا مع نفسي ومع جمهوري. عمري ما عملت حاجة يا نيشان أنا مش مقتنعة بيها، عمري، مهما كانت الإغراءات المادية، مهما كان. يعني ممكن أقعد سنتين ما اشتغلش، ثلاث سنين ما أقدمش أي حاجة لجمهور، لكن يوم ما أقدم حاجة أبقى مقتنعة بيها تماما وأجدها جدا، أحاول أبذل فيها كل جهدي وببقى مخلصة قوي في عملي، لدرجة العمل الصادق بيوصل للناس والناس بتحس بيه. الكثير من الإعلانات رفضتيها. إعلانات كبيرة لمنتجات. مبالغ خيالية عرضوها.
ما اعرفش يعني انا مش بقلل من قدر الفنانات اللي عملوا اعلانات، وفي نجوم كتير، نجوم هوليود عملوا اعلانات، نجوم مشهورين جدا ونجمات مشهورات، لكن مش عارفه انا ليه ما اعرفش ما حبيتش اعمل اعلان، مش عارفه ليه يعني. تقولي خساره ناديه جندي فيهن؟ لا مش ما اعرفش، حسيت ما حسيتهاش يعني ما حبيتهاش. ده شيء صدف انه اول دور مثلتيه بحياتك هو شهرزاد. تصدق شفت الصدفه دي؟ يعني بعد انت ما كلمتني عشان اجي اعمل البرنامج افتكرت ان انا اول دور عملته في حياتي كنت تلميذه في مدرسه الليسيه الفرنسي في اسكندريه، على مسرح الليسيه في اسكندريه، عملت دور شهرزاد. تصدق الصدفه دي؟ وخدت عليه جايزه. اتكرمتي. وكنت تلميذه صغيره يعني، وبعدين خدت عليه جايزه من وزير التربيه والتعليم اياميها. الجمله بقى اللي قالتها مديره المدرسه البابا ما بنساهاش. بعد الحلقه ما خلصت، الحفله ما خلصت، قالت له مبروك بنتك هتبقى امينه رزق. ما شاء الله امينه رزق حتى. فانا الجمله دي فضلت في دماغي من وانا صغيره، من وانا طفله وانا في دماغي ان ابقى امينه رزق. يعني مديره المدرسه توقعت لي كده، قالت لي انت، قالت له بنتك هتبقى امينه رزق، هتبقى ناديه زاد. الله. حلو قوي. كان عندك سمنه، كنت طفله سمينه انت صغيره. بالظبط، كنت سمينه وانا صغيره قوي، وبعدين طبعا عشان بحب التمثيل بجنون، فطبعا كان لازم يعني اعمل رجيم قاسي جدا والعب سبور، لان المخرج قال لي سيد بدير قال لي بصي روحي خسي على الاقل 15 كيلو تعالي لي، ما ينفعش خالص انك تمثلي بالجسم ده. فطبعا بذلت مجهود فظيع وخسيت جدا وبس، وطلعت ملكه جمال الربيع. صح بالظبط، طلعت ملكه جمال الربيع، وكانت دي بدايه انطلاقي الحقيقيه، لان كان الجايزه بطولة فيلم، عقد لبطولة فيلم، وده كان نقطة انطلاق الحقيقة. وتزوجتي؟ واتزوجت. الزواج الأول كان من عماد حمدي. أيوه. فرق السن كان كتير، 20 30 40 فوق 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 كتير. 45 فوق ما شاء الله. فا يعني ما اعرفش يعني، هو طبعا هي مسألة نصيب أولا. ثانيا انا كنت تلميذه في المدرسه وبهرت بيه، عماد حمدي النجم. صح. اللي كل الفتيات بتموتوا عليه، فطبعا ان هو يحب ناديه الجندي ويتجوزني تلميذه صغيره في المدرسه، لا كنت لسه مشهوره ولا حاجه ولا يعني، طبعا يعني بهرت بالحكايه دي يعني. عماد حمدي كيف بتعرفي عن الحب والزواج بفرق سنين اكثر من 40 سنه؟ شو اسمه الحب؟ لا ما هو يعني بص هقول لك حاجه، انا كنت بحب بابا لدرجه بابايا كان بالنسبه لي ده شيء فظيع يعني، يعني كنت متعلقه بيه جدا جدا، فيمكن انا شفت فيه صوره الاب، صوره الاب. بابا كان بيحبني جدا لدرجه ان انا كنت بنت على 3 صبيان، وكنت انا اللي بيسمع كلامي وانا الكلمه كلمتي، ولو اي حد عاوز حاجه من بابا يتوسطوا لي انا. بنت ابوها يعني. بنت ابوها بالظبط. فمن كتر ما كنت متعلقه ببابا قوي، يمكن ما كانش يعني شفت في عماد حمدي صوره الاب. يمكن ده، طبعا كنت صغيره ما اعرفش يعني. بس كان بيغار عليك كتير، وهيدا الشيء ادى للطلاق. طبعا. كان يغير كيف؟ كان يغير كيف زي ما كل يعني شو اعراض الغيره؟ لا اعراض صعب شوي. شو يعني كان بده يحجم نجوميتك؟ طبعا، اولا يعني ما فيش شغل يا ناديه، يمكن الناس كانت فاكره ان انا اتجوزت عماد حمدي عشان يشهرني او. صح. يطلعني في السينما ويبقى اقدر من خلاله ان انا انطلق للانطلاق الاكبر. الحقيقه بقى لا. يعني ما استفدت منه؟ فتره جوازي منه ما كانش بيخليني خالص اشتغل، يعني ما كانش بيحب ان انا اشتغل ولا انجح اطلاقا، كان بيخاف يقول لك يوم ما تنجح او تنشهر ممكن عينه تزوغ لبره. طبعا تسيبني لان
يعني الحقيقه بقى الله يرحمه الحقيقه يعني هو كان شخصيه جميله جدا وكان راجل عظيم وفنان كبير وكل حاجه، بس طبعا فرق السن كان كان عمل يعني صعب. يوم الطلاق بتحب تتذكري؟ يوم الطلاق انا كنت عامله باب مكشر، كان اول باب مكشر كان انتاج، كان وكان هو كان انتاجه، انتاجه هو، لا انتاجي انا هو الحقيقه، انتاجك انت وهو. باب مكشر انتاجي، كان معك فلوس تنتجي؟ انا كان عندي بوتيك ازياء وكان بيكسب بشكل ما عندكش فكره يعني، كان ناجح جدا جدا جدا. فقررت ان انا اعمل اول عمل من انتاجي، لان انت عارف بقى وجه جديد ومفيش منتج عاوز يجازف بهالمرحله. كنت عم شاعره انه قصتك مش رح تعمر مع عماد حمدي طويلا، حسيتي ببذور الغيره لما ينسرى الزوج؟ يعني بتعملي رده فعل لهالفعل؟ بص طبعا هي الغيره زياده عن اللزوم بتدمر اي حب واي جواز واي علاقه. ده مبدئيا يعني. ثانيا انا كنت طفله وعايزه انطلق، يعني انا عايزه انجح وعايزه اشتغل وعندي طموحات كبيره جدا في الفن، وهو محجمني مش مديني فرصه ان انا انطلق. فعملته الفيلم، فانا قررت ان انا اعمل بامبا كشر. فقلت انا وجازفت، وموضوع كان صعب جدا وانتاجيا صعب جدا، وبعدين الدور كمان بالنسبه لواحده مبتدئه يعني في عايز خبره، يعني في تمثيل وغنى واستعراضات ورقص، وكان يعني بيبين موهبه اي، بس انا عجبني الموضوع، وقلت انا عشان ادخل لازم ادخل بدايه كبيره، ودور زي ده هيبين امكانياتي وانا عندي امكانيات استعراضيه وفنيه فقلت لا ده الدور اللي اثبت فيه وجودي كفنانه، يبقى عمرت الارض مش كسرتيها وقتها. نقطه الانطلاق فكانت بامبا كشر، كانت نقطة الحقيقة بداية الانطلاق. شو كان ردة فعله ما بعد النجاح المبهر بامبا كشر؟ مش هقول لك ان هو يعني لأول مرة يقتنع جدا بفني ويبارك لي ويساندني لما فرضت نفسي وفرضت إمكانياتي وفني في هذا الدور ونجح النجاح ده خلاص. ويوم الطلاق اقتنع. طلبت الطلاق نادية الجندي ولا هو اللي طلق؟ يعني ايه لازمته يعني شايف مين طلب الطلاق من مين؟ يعني تفرق ايه؟ انت طلبتي؟ لانه في كثير سيدات متزوجين هلا من رجال اكبر منهم بفرق عمر كثير كبير، بس كرمال ياخذوا عبره. ايه والله يعني هي الحياه اصبحت كانت مستحيله يعني. الحياه كانت مستحيله قوي يعني، فكان يا الافضل ان احنا كلنا ننفصل. فرحتي؟ كان حل؟ ايه لانه بالافلام المصريه نحن بنشوف لما بيقول لها انت طالق 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 بالثلاثه بتبكي. بالواقع شو صار؟ ايه لا انا كنت يعني انا حسيت ان هو ده الصح. حسيت ان كان ده لازم يحصل يعني، وحسيت طبعا ان من البدايه كان غلط، بس ده نصيب يعني ما تقدرش تتكلم، ده نصيب. نادية الجندي عندك كنترول غريب على لغه جسدك، يعني من اول ما انت ابتديتي عندك كنترول، هيدا الكنترول جاي بالفطره ولا انت جاي من جاي ما اعرفش يعني، جاي من الرياضه، جايه من احتراف. احتراف بتعملي ايروبكس؟ طبعا. بتعملي طبعاً. مشي؟ طبعا اكيد. كل يوم؟ تقريبا، بس في ايام مثلا ببقى عندي شغل، ايام ببقى مش فاضيه قوي يعني، حسب بكون عندي وقت بركز. ما شاء الله عليكي على الأنوثة. على 10 قد ايه بتعطي؟ يعني ما بحبش انا ادي لنفسي ارقام. قد ايه بتشبهي شهرزاد بأنوثتها؟ بأرشيفك كله قد ايه في أنوثة؟ من ناحية ايه؟ من ناحية الأنوثة ولا من ناحية من ناحية الأنوثة؟ بكل أرشيفك فيكي فايض من الأنوثة بأرشيفك، في فايض من الأنوثة بأرشيفك. والله يعني الحمد لله دي نعمة من عند ربنا، بس أنا ما بحاولش ان يعني اعتمد على انوثتي قوي. يعني انا بعتقد ان الجمال جمال الروح. نعم. اهم من الجمال، ممكن تبقى انثى جميله جدا 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 وبلا روح، تلاقيها تمثال كده، تمثال من الشمع.
ما فيهاش روح، وممكن واحدة تلاقيها مش حلوة قوي لكن تلاقيها فيها حاجة، يعني كاريزما. عندها كاريزما، عندها شخصية، عندها قوة تأثير. على 10 قد ايه بتقولي للأنوثة؟ عندك اديني انت. انت انا بدي اعطيك 100 على 10. لا نسيب الناسية اللي قد ايه؟ لا ما بحب تقريبا بك. على ارشيفك هيك يعني بينك وبين نادية 7 8 8. طيب 8. مع مرور السنوات المرأة على شو بتستند؟ بتحافظ على نفس الأنوثة؟ شو بيصير؟ إيه؟ الزمن يعني الزمن مقابل الأنوثة كيف؟ والله هي ملهاش علاقة لا بزمن ولا بحاجة. ممكن تلاقي بنت صغيرة وما فيهاش أنوثة، وممكن تلاقي امرأة ناضجة وكلها أنوثة، ده حسب يعني. الجمال قد ايه بتعطي على 10 من جمالك نادية الجندي؟ إيه انا بعتقد اصحابي كلهم بيقولوا لي ان انا جمالي في 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 روحي، في شخصيتي. يعني انا بعتقد كده. قد ايه بنحط له العلامه للجمال؟ يعني نقول برضو كده 7. 7 للجمال، مع انه عم تظلمي حالك. لا طب انا اعمل ايه بقى؟ ما انا لو قلت اكتر هتقول عليها مغروره، لو قلت اقل هبقى بظلم نفسي، فانا ما بحبش اقيم نفسي انا. كلمه مغروره، كلمه مغروره او الغرور، سمه الغرور. من اول ما المشاهير بيصيروا من اهل الضوء بترافقهم الكلمه. مستحيل مشهور من اهل الضوء يكون معفي عن انه يلصقوا فيه نعت الغرور. طب انا هقول لك حاجه بقى. اتفضلي. انا عمري اولا الغرور ده مقبره الفنان. صح. ويمكن سر بقى نجاحي بجد ولا جمالي ولا انوثتي ولا حاجه، ان انا عمر الغرور ما عرف طريقي. وكل ما بنجح يا نيشان كل ما بحس بخوف اكتر، وكل ما بحس ان انا بخاف اكتر، وبحس بنوع من الرهبه اكتر. بس نادية الجندي 25 سنه ما شاء الله من النجوميه، شباك تذاكر عم بحكي 25 سنه، ولا مره او اكتر 30 سنه ولا مره البخار بيضرب؟ يعني ايه البخار بيضرب؟ يعني بخار الغرور. يعني راسك بتكبر. عمري والله العظيم عمري، وده سر نجاحي. يمكن انا اكتسبت ده لان اولا دي قوه ايمان. لان كل مره بتقولي انه تمشي يا ارض اشتدي وما حدا قبلي. لا عمري ما حسيت. وبعد نجاح كل عمل بخاف اكتر، وبحس برعب اكتر، وبحس ان عليا مسؤوليه اكبر. والانسان يا نيشان لو حس بلحظه انه وصل يبقى عمره ما هيكمل مشواره. يعني لو عدينا على جيرانك في بالبنايه اللي ساكنه فيه وسالنا عن ناديه الجندي متواضعه، شو بيقولوا؟ اسالهم، اسال كل اصحابي واسال كل جيراني، يقولوا لي انت شخصيتك في الحياه غير خالص الافلام. يعني بتطلعي في الافلام المراه القويه، الافلام ظلمتك، الافلام بتظلمك. كل ما اشوف حد حتى الناس العاديين اللي بقابلهم في الشارع يقولي الافلام بتظلمك، انت طول عندك الارستقراطيه الشخصيه القويه. اقول لهم دي ادوار انا بلعبها لكن دي مش شخصيتي. يقولي فعلا انت شخصيتك بسيطه جدا وطبيعيه جدا، وفيكي طفوله ما كناش نتخيل ان دي ناديه الجندي بتطلع في الافلام. فالجمله دي انا ما بسمعها ببقى سعيده جدا على لانه فكرة. بالافلام اذا بدي الواحد بس يراقب او يستعرض ارشيفك بيصير اسمك فخامه ناديه الجندي، لانه افلامك كلها سلطه وارستقراطيه و لا عملت ادوار كتير المراه، حتى بالادوار اللي كنت منكسره المراه الضعيفه المراه اول، يعني في ادوار كتير عملتها زي الضائعه، زي حتى بالخادمه زي والضائعه، زي الرغبه، زي في ادوار كتير عملتها كده. لكن لما بتبقى في ادوار فيها شخصيه قويه وشخصيه مؤثره لما نستعرض وكاله البلح والبطنيه والامبراطوره يعني في نادية الجندي. الثقافه، الثقافه تحصيلك العلمي لوين وصلتي؟ انت درست انا كنت في الليسي فرنسي في اسكندريه، وبعدين دخلت كليه الاداب قسم اجتماع وبس، وما كملتش. ما كملت؟ لا طبعا، لان الفن كان واخد كل حياتي. اليوم بتقولي انه يا ريت لو كملت، ولا الفن عوض؟ لا مش ممكن اقول، لان الفن عندي هو كل شيء في حياتي، وبشكر ربنا ان هو اداني الموهبه دي. يعني طبعا هي حياه صعبه
ومهنة صعبة جدا وشاقة جدا وبتدفع ثمنها من حياتك الشخصية ومن صحتك ولكن في الآخر لو أنت مش بتحب المهنة دي قوي زي ما أنا بحبها قوي قوي كده ما تقدرش تتحملها. قدي بتعطي على الثقافة من 10؟ إيه نقول 7 8 7 ولا 8 دلوقتي بقت 8 يعني دلوقتي 8 بحاول دلوقتي. طيب صفة إضافية من صفات شهرزاد يلي عم نتطرق إلى كمان الذكاء، أنت قد إيه ذكية من 10؟ بص أنا عندي حساسة قوية جدا، يمكن هي دي الرادار اللي بتوجهني، يعني معرفش هل هو ده ذكاء ولا حساسة من عند ربنا مش عارفة، يعني مفيش بحاول يعني في حاجات كتير قوي يعني شين بتوقعها وبتحصل. اها حاجة غريبة مثل اختيارات افلامك او مش بس اختيارات احداث في حياتي اتوقعها تحصل، اختيارات افلامي مفيش حاجة انا حسيت عمل ان ده هينجح ما نجحش. لا ما بتقولي بدي احب بتتوقعي بدي احب بتحبي بتتوقعي بدي اتزوج لا دي ولا بعيدة عن التوقعات لا دي بعيد. توفيق يوسف عواد بيقول كوني جميلة وكوني ذكية ففي الجمال مع الذكاء سحر شهرزاد الذي لا ينتهي. طبعا الذكاء مهم جدا للست اهم من الجمال، بدليل ان في سيدات مش حلوة ابدا ولكن بتقدر ان هي تحقق نجاح في حياتها كبير قوي. في امرأة مش ذكية برأيك؟ طبعا في طبعا في نساء غبيات؟ طبعا اكيد اكيد وبيرضوا بالواقع وبيرضخوا. هي دي بقى مش عارفة دي برضو جينات يعني متهيألي. الذكاء قد ايه قلنا؟ ما خلينا بقى في الوسط كله. قول قد ايه؟ يعني 9 تقريبا. 9 حلو. لا كمان إجابة ذكية إنه هدول كلهم 6 و7 و8 الذكاء يكون 9 ما في شيء بالمعدل. شر لابد منه، كل بني آدم وكل سيدة عندها شر لابد منه، عندنا نحن مخلوقين فينا خير وشر بنسب متفاوتة، قد فيك شر؟ الشر لابد منه الحب. أها شر لابد منه ما يعني ما انا قلت لك الحب. الحب طبعا. كيف يعني هو ساعات بيسعد وساعات بيتعس بس ما تقدرش تعيش في الحياه بدون راجل بدون حب بدون حياه مكتمله. كيف عايش اليوم؟ عايش بحب؟ والله بص ما فيش امراه في الدنيا مهما وصلت. لا انا عم بحكي عن ناديه جندي. لا انا بكلمك على عموما يعني. نعم عشان يعني مش ناديه جندي ولا الملكة فلانه ولا انا الليله ما بيهمني حدا غيرك. طيب بس انت عايشه بحب؟ والله بقولك ما فيش انا يعني اولا انا ما اقدرش اعيش من غير حب. اوكي وبعدين الانسان اللي ما بيعرفش يحب ده بيبقى انسان تعيس بيبقى ربنا مش راضي عنه. فانت مش تعيسه. لكن الانسان اللي بيعرف يحب ده دي نعمة من عند ربنا. بس قلبك بينبض حب اليوم نادية جندي؟ أنا على طول قلبي بينبض بالحب الحمد لله لكل الناس لكل اللي حواليا للحياة لبلدي لعائلتي. بتعملي بتحتفلي بعيد ميلادك؟ بحتفل. بتعملي عيد كبير؟ لا مش دايما لما أكون ساعات بشتغل ما بيبقاش في وقت لكن لما مثلا ببقى من لاخر يعني. بتتوقعي دائما انه يمكن القدر يرسل لك هذا الشخص او ذاك مفاجأة كادو هدية مكافأة؟ والله القدر بيعمل حاجات كتير حلوة. رح اسألك عن الحب ورح اسألك عن الغرام ورح اسألك اكثر مع نجمة الجماهير نادية الجندي في انا والعسل تو.
بدي صورك حطه على تويتر بقدر. ام هشام معنا اليوم. ام هشام لما اقول لقب ام هشام قد ايه اللقب بيكسر من جبروت النجمه، نجمه الجماهير، فام فاتال بيحلموا فيها، قد ايه بيكسر. انا رح ابعت تويت كمان. انت عم بتصورني بتعمل ايه يا نشام؟ عم ببعته تويت. تفضلي. اسم جميل بيعنيني، اسم جميل جدا طبعا، فيش إيه؟ اجمل من الامومه في الدنيا طبعا. ايه بس قديش بيسرق من لقب النجمه؟ لا يعني ايه بيسرق من لقب النجمه؟ يعني ايه؟ بالعكس. لا اطلاقا اطلاقا. شو بتحبي يقولوا لك، ناديه جندي ولا ام هشام؟ هي ناديه جندي، هي ام هشام. وينه هشام اليوم؟ في القاهره. في القاهره، قد ايه صار عمره؟ ليه؟ تقريبا. مش عايزه احسد نفسي واحسده. عايشين سوا ولا؟ عايشين سوا مع بعض. ربنا يخليه ويحفظه. هو ملوش علاقة خالص بالفن ابدا خالص. ليه ما بنشوفه، ما بيظهر، ما بي... لا هو ملوش علاقة بالفن خالص. مش يعني بالرغم من مامته وباباه فنانين لكن هو ملوش علاقة، بس هو ممكن يرسم، بحب الموسيقى قوي. شو درس؟ شو بس بيعمل؟ بس هندسة كمبيوتر. اوكي. بس ما خصه بالاضواء لا لا خالص خالص خالص، ملوش علاقة خالص بالاضواء. من زواجك من محمد مختار ما كان في انجاب؟ فعلا. بخيار شخصي؟ والله نصيب. قدر يعني مش اوكي. فظيعة. واجاباتك ذكية على الجرام بتجاوبيهم. إذا بدك توصفي اليوم زواجك بي يعني من عماد حمدي وتقارني بزواجك من محمد مختار، أعطيه عنوان لكل مرحلة لكل زيجي. أقارن جوازي بعماد حمدي من محمد مختار؟ نعم. لا مختلف تماما طبعا. شو العنوان يعني مع عماد حمدي؟ يعني عماد حمدي كان الزوج، الأب، الصديق. قلت لك انا كانت مرحله في حياتي صحيح. وكنت صغيره قوي وما كانش عندي خبره يعني. ومحمد مختار؟ لا محمد مختار بقى دي قصه طويله، دي قصه كفاح ونجاح وعمر يعني قصه الدبلوماسي اللي ترك شغله وفتح انتاج. الدبلوماسي ترك شغله وحب الفن وبدانا رحله كفاح طويله ناجحه جدا جدا جدا. هل انت متيم فيك؟ جدا، ولدرجة ان هو فرض نفسه. انا ما كنتش بعد عماد حمدي ما كنتش ناوية خالص اتجوز، وكنت ناوية ان انا اعيش لفني وفعلا، وحسيت بالنجاح بعد بامبا كاشر، وقررت ان انا ابدأ بقى حياتي وعوض اللي فات. فترة طويلة قعدت من غير شغل ووصلت للحظة اللي انا كنت بتمناها. فجأة هو دخل حياتي واقتحم حياتي اقتحام. يا سيدي انت في السلك السياسي ومالكش دعوه بالفن، وانا فنانه ومش عندي استعداد بقى اعيش تجربه تاني، وعايزه اعيش بقى لفني. فمن كتر ما كان بيحبني فعلا، وقرر ان هو يسيب الكور دبلوماتيك ويسيب حياته السياسيه ويتفرغ تماما ليا، ويدخل حياتي ويدخل الميديا بتاعتي. يعني وحسيت ان هو مضحي بحاجات، وكان خاطب وساب خطيبته. قد ايه ارضى، قد ايه ارضى الانثى اللي فيكي؟ اقتحم حياتي اقتحام، وصمم على انه يتجوزني. طب انا حياتي صعبه، مش مهم. انا وبدا بقى مشواره معايا. وجه في يوم قال لي انا عايز انتج. قلت له طب انت؟ قال لي لا انا عايز انتج. مش بس انتج، خليتيه يمثل كمان. لا وبعدين انتج وبقى ايه، وبقى من اكبر منتجين مصر. يعني اول ما بدا الانتاج عمل البطنيه، والبطنيه دي كان عمل صعب جدا. صح. فقال لي انا عايز اعمل الروايه دي. قلت له دي صعب يا محمد؟ قال لا مش صعب. قلت له اوكي. فانا وقفت جنبه الحقيقه واديته خبرتي، وكان واسمي. اول عمل له واسمي. وكانت بداية ناجحة جدا. كان بيغير؟
وانت كان عندك ذقت الامرين من الغيره، كان بيغير كمان؟ اه كان بيغير جدا، محمد غير جدا طبعا. بس ارجوكي ما تقولي لي انه الطلاق كان كرمال الغيره. كان لا لا هيك الطلاق بقى دي قصه طويله. بس ما في من مكونات الغيره ما تقدر تقول اه برضه من ضمن. بس يعني شان هكون صريحه معاك، اتفضلي. يعني محمد مختار كرجل فعلا في حنان، حنين جدا، وبيحب مهنتي جدا، وبيحب شغلي، ومنتج ذكي جدا جدا جدا. لكن انا لاحظت حاجه يا نيشان، اي نجمه مشهوره بتدفع الثمن من حياتها الشخصيه. معرفش هل الراجل في مصر بيخاف من النجمه الناجحه قوي؟ مش عارفه. بيخاف او بيغير؟ معرفش، يعني انا بحس ان الست الناجحه قوي بتدفع ثمن ده من حياتها الشخصيه. بس هو ما دفع ثمن كمان من حياته الشخصيه، ترك السلك الدبلوماسي، يعني ترك الدنيا ولحقك. معلش بس انا يعني هو لما يسيب مهنته كدبلوماسي غير انا ما اسيب مهنتي كفنانه. شي مره طلب منك تسيبي مهنتك؟ لا هو عمري ما طلب مني. بالعكس احنا كنا كوبلي ناجح جدا. نعم. هو كان ناجح كمنتج وانا كنجمه، وكنا بنكمل بعض، كان في تفاهم بيننا كبير جدا جدا في كل حاجه. والدليل لليوم بعد الطلاق مستمرين بصداقتنا وما زلنا مستمرين، وصديق ليا جدا، وان شاء الله في عمل هنعمله مع بعض قريب جدا. الحب والسلاح. الحب والسلاح ان شاء الله. عيطتي بحلول الشهر الكريم رمضان؟ طبعا اكيد، محمد مختار جزء من تاريخي. يعني بقول لك مسيره كبيره من النجاح وحاجات كتير، حاربنا كتير واخفاقات ونجاحات ومشوار طويل، عمر كبير. لما تزوج من رانيا يوسف وانجب استفزك؟ اطلاقا. الموضوع كله ما استفزك؟ لا لا اطلاقا. احنا اتطلقنا اصدقاء زي ما بقول لك، وما زلنا اصدقاء لغايه دلوقتي. وبالعكس انا كنت رانيا يوسف صديقتي جدا، واولاده يعني انا بعتبرهم ولادي يعني، وبحبهم جدا. شو بعتوا لك ولاده؟ نونا. بحبوني جدا وبحبهم جدا. هي دي بقى العلاقات الانسانيه. هي هو ده التحضر، ان لما اتنين يسيبوا بعض يسيبوا بعض بحب، من غير شوشره، من غير مشاكل، ومن غير حزازيات، ومن غير يسيبوا بعض بشياكه. فيفضل الحب باقي طول العمر. الفنانات يلي اللواتي يطلقن واخبار طلاقهن مدويه، انت مع او ضد انه يطلعوا ويحكوا بخلافات شخصيه؟ لا انا ضد طبعا، ما انا بقول لك اهو. شو اللي بيخسروا؟ طب انا بقول لك اهو، بعد 20 سنه جواز انا ومحمد مختار، عمر ما حد سمع ان احنا في حاجه، ولا حصلت مشاكل، ولا فضايح، ولا ده قال على دي، ولا هو قال عليا، ولا انا قلت عليه اطلاقا. شو بتخسر النجمه لما بتطلع بتحكي؟ بتخسر كتير طبعا. لا بتخسر كتير، وبعدين هي كأنثى كست مش حلو في حقها ابدا ان هي بعد ما تنفصل تجاهر. لازم تبقى في حته الاصاله، تبقى الست اصيله، حتى لو في خلافات بينها وبين الراجل، حتى لو في مشاكل كان بينها وبينه، أو أخطاء هو ارتكبها في حقها، مش لازم أبدا إنها تقول على الأخطاء اللي ارتكبها. السنة الماضية كنت عم بتتابعينا، لأنه حكينا سوا كمان، بدي أخبر المشاهدين إنه هلكنا السنة الماضية كرمال نستضيفها لست نادية جندي كمان، بس ظبطت هالسنة. لما حضرتي النجمة شيرين عبد الوهاب على الهواء، والنجمة غادة عبد الرازق على الهواء، حكيوا عن أزواجهم والخلافات يلي، أنت كيف كمتلقي شهادة؟ بعرف كل واحد حسب كاركتيره، حسب شخصيته، حسب، ما اقدرش اقول لك، دي حاجه ترجع لها هي. لو انت كنت مطرحهم كنت عملتي نفس الشيء؟ لا ما انا بقول لك اهو. ما كنت عملت. لا ما انا بقول لك، ما انا قلت لك، قلت لك انا ما اكبر مثال اهو علاقتي بمحمد مختار. احنا اصدقاء لغايه دلوقتي وبنشتغل مع بعض وكل حاجه. طب انا هقول لك حاجه اكتر من كده، احنا لما اتطلقنا عملنا بعد ما اتطلقنا 3 افلام مع بعض. 48 ساعة في إسرائيل، وأمن دولة، وبونو بونو.
وما كانش حد عارف ان احنا اتطلقنا من الاستاف العمل كله. يعني كنا بنشتغل مع بعض ثلاث اعمال وعادي جدا، هو بيجيني البيت وانا بروح له المكتب كل يوم، وما كانش حد عارف حتى من المخرج او العاملين في التصوير ان احنا انفصلنا. نادية زاد مخدرات جاسوسية أمن دولة. وكأنه عندك هذا الهاجس إنه الأدوار يلي بتجسديها في على طول هالأكشن يعني بص يا نشان، أولا أنا يعني الفنان ما ينفصلش عن واقعه وعن مجتمعه. فأنا خدت عهد على نفسي إن أنا ما أقدمش أعمال مهما كانت أعمال كبيرة مبهرة ومن غير ما تكون في الآخر لها هدف، بتقول شيء، بتقدم رسالة للمجتمع. أنت قرأت المواضيع قبل، يعني قرأت المستقبل والمواضيع اللي راح تضرب لا قبل؟ لا بص، هو أنا كان عندي استشراق للمستقبل. يعني أنا مثلا لما عملت فيلم الإرهاب، الفيلم ده كانت لسه ظاهرة الإرهاب في مصر، لسه محدش يعرف عنها حاجة، كانت لسه ظاهرة جديدة، كانت جديدة قوي في مجتمعنا. فجيت عملت فيلم الإرهاب، طبعا كل الناس قالوا لي يعني ده خطر، انت ازاي تعملي عمل زي ده، ما تعرفيش عواقبه ايه وممكن كده تتعرضي للخطر. قلت لهم هعمله، وعملت فيلم الإرهاب، وكانت دي خطوة جريئة جدا جدا. النهاردة شوف الإرهاب تفشى ازاي. أنا الكلام ده في التسعينات، في أول التسعينات، أول ما طلع الإرهاب، أو في أواخر الثمانينات، لا في التسعينات. لكن شو يعني كان عندي استشراف إن الظاهرة دي هتتفشى في مصر. فعملت قدمت أول عمل اللي هو الإرهاب، وبعدين عملت شبكة الموت برضه عن الإرهاب، وبعدين عملت أمن دولة، ثلاث أعمال الثلاثة بيتكلموا عن الإرهاب. نادية الجندي، جيل اليوم، جيل السوشيال ميديا والانترنت، وبالنسبة لهم التلفزيون صار أمر ثانوي يعني على اهتماماتهم. طريقة معالجة المواضيع تلك بأفلامك ما عاد يقبلوها ولا يتقبلوها. مين اللي ما عاد يتقبلوها؟ الجيل الجديد. الجيل الجديد يعني لما بيقولوا بالمخابرات خالتي بتسلم عليك. انت شفتي انه الافلام اللي انعملت كمان بتهكم وسخريه على تلك المعالجه، كل اطار المخابراتي والذهاب الى اسرائيل ومعالجه العلاقات الاستخباراتيه بين الدولتين، الجيل الجديد بيطلع هيك بيقول انه لا لا يا give me a break. لا لا مش مظبوط الكلام. كيف؟ بدليل ان انا اعمالي لغايه النهارده بتتعرض في التلفزيون على جميع القنوات، ولعلمك بتتشاهد مره واثنين. تتشاهد ايه؟ لا بس لا شو لا شو كيف تقييمهم؟ لا تقييم ايه؟ الاعمال دي اعمال خالده ولن تتكرر. دي اعمال اتعملت بحرفيه كبيره جدا، واتعملت بانتاج ضخم جدا ومصداقيه جدا، واعمال النهارده عايشه لغايه دلوقتي ولن تتكرر. يعني النهارده عشان تتفرج على اي عمل من اعمالي مثلا زي مهمه في تل ابيب، ولا من الاعمال اللي حازت نجاح جماهيري كبيره جدا لغايه النهارده بتتعرض، ولغايه النهارده البطنيه وكاله البلح، الاعمال دي كلها النهارده السينما مفتقداها. لا انا يعني الاول لما تشوفي بمشهد انه حاطينك بقلب تابوت من دوله لدوله بتطير، يعني الجيل الجديد هودي الامور. المسلسل اللي اتعمل في التلفزيون المصري اللي هو حرب الجواسيس، نعم، اللي اتعمل قريب برضه بنادر جلال، منى شلبي، ما كان في نفس المشهد متقلد بالظبط، متاخد من البطنيه نفسه، نفس المشهد متاخد. ده بالعكس، ده انا كل الاعمال اللي بتتعمل دلوقتي بيحاولوا في استخراج اجزاء من اعمالي ويحاولوا يحطوها في عمل قوالب كتير جدا، سينما وتلفزيون. البطنيه انا عمل مسلسل، حضرتي؟ لا ما شفتوش. ما شفت البطنيه المسلسل؟ لا لا ما شفتوش. لما كتب انه راح ينعمل هالمسلسل البطنيه، شو كان اول رده فعل لحضرتك؟ ولا حاجه. اي عمل ممكن يتعمل مره واثنين وثلاثه واربعه، بس المهم الناس هتحكم.
بس ما شفتي لانه بقرار ذاتي منك انه انا رح اقاطع هذا المسلسل؟ لا ليه اقاطع ليه؟ لا لا لا، اي حد ممكن يعمل اي حاجه يعني، ممكن جدا يعني اي عمل اي حد عايز يعيده تاني يعيده. بس المهم في الاخر انه يطلع بنفس الجوده. دايما التقليد بيبقى صوره مشوهه، دايما صورة مشوهة. الاصل طبعا الاصل هو اللي بيبقى. الاصل هو اللي بيبقى. صدقني. شو سمعتي عن دورة لغادة عبد الرازق ومهاراتها بالمسلسل، مهاراتها التمثيلية بتجسيد الدور؟ ما تسألنيش يا نشان. سمعتي شيء عن عن زميلاتي لي؟ لا لا لا، بس عم بقلك سمعتي عن دورة او لا؟ ما احبش يعني، ما احبش اقيم فنانة او نجمة، كل واحدة لها لون. بس بحق لك انت اليوم تقسم بالسينما، كل واحدة لها لون وكل واحدة لها جمهورها، وكل واي فنانة بتجتهد من حقها انها تظهر، ومن حقها انها تنجح، ومن حقها انها تاخد فرصتها. الافيهات يلي عملتيها بالبطنيه ما لقيناها بالمسلسل. بقولك انا ما شفتوش. طب لازم اقتنع انه ما شفتي المسلسل؟ والله جرائيا يا نشان احنا من اوكي. لا بتعرفي ليه؟ لانه اقل شيء يكون عندك فضول انك تشوفي عمل انت عملتيه وكسر الدنيا. من ناحيه ايه؟ ما عنديش اصل مش انا اللي هحكم اولا واخيرا. في جمهور يا نيشان هو اللي بيحكم. شو سمعتي عن تقييم الجمهور؟ في الجمهور هو اللي بيحكم، هو اللي بيقول العمل ده فعلا ده مستوى العمل اللي قبله اللي اتعمل في السينما ولا لا، على نفس المستوى ولا لا. شفتي وفاء عامر بالملكه فاروق لما الملك فاروق لما عملت نظلي؟ بص يا نيشان، انا لما عملت الملكه نظلي عملت حياة الملكة نظلي. نعم. حياتها يعني السيرة الذاتية بتاعتها من البداية للنهاية. لكن الملك مسلسل الملك فاروق تناول حياة الملكة نظلي من ناحية يعني مش حياتها كلها. نعم. يعني كان الرواية قصة حياة فاروق ومن خلاله تناول الملكة نظلي. يعني ما كانتش هي الأساس في العمل. لكن انا لما عملت الملكه نظلي كان الاساس العمل الملكه نظلي، قصه حياتها من البدايه للنهايه. هل صحيح انه في كثير تغييرات فرضتوها على المسلسل يعني اثناء تنفيذه من حياتها، يعني من حقائق ووقائع من حياه الملكه نظلي، انه بنهايه حياتها اعتنقت المسيحيه لانه صار في عليها كثير مضايقات، يقال بانه كان في صليب على قبرها لما دفنت، يقال انه ما تطرقتوا ابدا لما كان يدور في البلاط الملكي لانه بيقولوا انه كانت هي على علاقه او حبت زوج ابنة الملكة شويكار أحمد حسنين، ويعني كل هالتفاصيل. بس أولا أنا لما بعمل عمل قبره يا حرام كوين ماذر اوف ايجيبت نظلي فؤاد من 1894-1978 وي لاف يو براي فور اس. أنا ما عملت العمل ده. نعم. أولا أنت عشان تعمل عمل تاريخي لازم تدرسه دراسة جيدة جدا. نعم. وتلتزم بالتاريخ. ما احنا ما ألفناش قصة. الكاتبة اللي هي راوية راشد والمخرج محمد رجب دي قعدت 3 سنين تعمل تجمع في كل ما يخص حياة هذه السيدة هذه الملكة من الوقائع. من الوقائع محمد التابعي كان كاتب. ماليش دعوة بقى أنا باللي كان كاتب. لا معلش معلش دي آراء شخصية، انا ماليش دعوه بمين كتب. بس كانت مدونه. لا لا يعني نيشان الحقيقه ان هي الكاتبه مسجله كل ما يخص التفاصيل الدقيقه الصغيره اللي تخص هذه الملكه كانت مدونها بصدق. في كتاب اللي هو كتاب اسمه ملكه نظلي ملكه في المنفى. لدرجه ان الكاتبه دي كانت عايشه في امريكا وكانت بتجيب كل ما يخص حياتها في الفترة اللي عاشت فيها في أمريكا. نعم. حتى الحادثة اللي حصلت لموت بنتها من السجلات الحقيقية، من السجلات في أمريكا. السجلات القضية الحقيقية عن قتل بنتها الملكة وعن
جوز بنتها، وكل الاحداث احداث واقعيه 100%. سيبك بقى انه سيبك لانه شهر رمضان ما بدكم تحطوا اشاره الصليب و و و لا 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 ونهرب من موضوع لا 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 اطلاقا لا 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 اطلاقا. بالعكس احنا قدمنا صوره حقيقيه عن حياه، والا ما كانش العمل نجح نجاح غير طبيعي. صح. يعني مش عايزه اقول لك انا خدت عليه فوق 12 جايزه من جميع الدول العربيه. صحيح. ده غير مصر طبعا، جايزه الاعلام العربي وجايزه جوائز كتير جدا جدا وتكريمات مش هقول لك. يعني العمل ده كاني عملت شوف نجاحاتي كلها اللي عملتها شيء، والعمل ده والنجاح اللي وصلت له في العمل ده والشيء مش لا تتخيله، يعني انا ما كنتش متخيلها. اي شخصيه من شخصيات سيدات مصر الاول، يعني السيد، يعني انا عايزه اقول لك، يعني عايزه اوصل لك، بس سوزان مبارك، انا عايزه اوصل لك، انا عايزه اوصل لك حاجه. اتفضل. الشخصيات دي صعب جدا. نعم. يعني بذلنا فيها مجهود كبير جدا عشان انك انت تجيب الشخصيه دي وتجيب العصر الايبوك نفسه، العصر، ما هي دي مرتبطه بعصر. صح. بعصر تاريخي، زمنية. لازم فتره زمنيه تاريخيه بكل الاحداث التاريخيه اللي فيها، بكل التفاصيل الرفيعه في اللبس الصغيره قوي، اللبس، المكياج، الشعر، طريقه الاداء، علاقتها الانسانيه، علاقتها بابنها، علاقتها ببناتها، علاقتها بالحب اللي حبيته، علاقتها ببلدها، علاقتها، حياتها في الغربه لما سافرت وتغربت واتنفت واتبهدلت، والاحداث المريره اللي مرت بيها، كل دي حاجات. يعني انا مش عايزه اقول لك مثلا ان احنا قعدنا اشهر عشان نصمم الازياء بتاعت الملكه نظري، التيجان الحقيقي، دي عمليه مش سهله نيشان خالص. يعني مثلا انا وهاني البحيري مثلا المصمم العظيم ده الهايل، جبنا الصور الحقيقيه الحقيقيه، يعني الكاب الطويل بتاع الملكه نظري ده، يعني ما عندكش فكره قاعد يصممه قد ايه واخد وقت قد ايه، اللي هو انا طلعت بيه في اول الفيلم، اول استعراض الملكه. ف عمليه مش سهله، يعني هذا هو النقد اللي وصلت لكم انه غرقتوا بالتفاصيل والاكسسوارات الفخمه ولجستوا الايبوك على حساب. لا 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 سوري معلش، لا 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 سوري، مش انا، اعمالي كلها الحمد لله فيها مصداق، والا ما كانتش تنجح النجاح ده. انا ادق التفاصيل تهتم فيها، بتدخل فيها، ما بسيبش حاجه اطلاقا. يمكن ده بقول لك يعني مجهود فظيع. هل صحيح انه نجمات مثل حضرتك، مثل يسرى، مثل نبيلة عبيد، مثل ليلى علوي، مثل الهام شاهين، اليوم بيتدخلوا بسيناريو العمل، بيتدخلوا بادق التفاصيل، حتى اذا بدهم يعني يقصوا جزء من القصه بيعملوا بس على حساب؟ بس انا هتكلم عن نفسي شخصيا. نعم. انا شخصيا ما بسيبش اي حاجه للصدفه. هتقول بقى تدخل مش تدخل، انا والله عملت اسمي وبنيت اسمي، ده مش سهل، تعبت جدا عشان اوصل لاسمي واللي انا وصلت له، فانا مش بالسهل ان انا اتنازل عنه بسهوله. فلازم اصل بص، العمل ككل ده عمل كامل، مش انا لازم ابقى كويسه وبس، لازم انا اعمل دور كويس وانجح فيه. كل اقل حد في هذا العمل بيكون سبب في نجاح هذا العمل، من ممثلين، من اخراج، تصوير، انتاج، كل ده مكمل للعمليه الانتاجيه الكامله اللي نعم. في الاخر بتنتج عمل ناجح بكل المقاييس. انا ما بقدر مش لوحدي، انا ما بنجحش عمل لوحدي، فلو انا سبت كل التفاصيل اللي حواليا او الممثلين او بقيه العمل ما انتبهتش لكل كبيره وصغيره فيه، مش هينجح. لازم كل حاجة تبقى بدقة، تختار بدقة. بعد الفاصل تحية جمال عبد الناصر، سوزان مبارك، جيهان السداد، أي شخصية بتستفزك تجسدي حياتها بدور بمسلسل أو بفيلم، ومن مثل نادية الجندي اليوم وأنت والزعيم راس براس. بعد الفاصل بأنا والعسل تو مع نجمة الجماهير نادية الجندي.
نادية الجندي معي أنا في أنا والعسل 2 على شاشة الحياة والال بي سي. أهلا وسهلا فيكي منورة نادية الجندي. أهلا بيك. نادية الجندي من السيدات الأول بمصر، تحية جمال عبد الناصر، جيهان السادات، سوزان مبارك. مين بتقولي إنه هذه السيدة حياتها بتستفزني، وأنا نادية الجندي بتاريخي وبأرشيفي وبقيمتي السينمائية والدرامية رح جسد هذا الدور؟ السيدة جيهان السادات السيدة العظيمة، هقول لك حاجة. أول واحدة هنتني بنجاحي في مسلسل الملكة نازلي السيدة جيهان السادات، كانت يعني لمحة منها جميلة جدا بجد. يعني فوجئت، تليفون بتكلمني بتقول لي انت حسستيني فعلا انك ملكة. انا فعلا حسيت الاحساس ده، يعني بكتيني واسعدتيني وبكتيني، بكينا معاكي في موت، فوق المشهد الرهيب اللي عملتيه في موت الملك فاروق، عيشتينا لحظات يعني انا مش عايزه اقول لك، انا ما بقدرش اسيب حلقه من حلقات المسلسل، وحسستيني انك ملكه بجد. فكانت التهنئه دي ما عندكش فكره كانت قيمتها عاليه، كانت قيمتها ايه اصلا. وانا طلبت منها قلت لها انا يعني يسعدني ويشرفني ان انا اعمل شخصيتك في الحياه. اصلا في كان علاقه احترام بتجمعك مع آل السادات، لانه الرئيس السادات من بعد فيلم البطنيه أمر بهدم الحي يلي، بس أنا أول ما عملت فيلم البطنية عملته الفيلم البطنية أحداثه كان بالدور. فيلم البطنية من الأفلام اللي أثارت جدل كبير قوي. أولاً كان أول فيلم يخترق حي في مصر اسمه حي البطنية، موجود ومعروف تحت أعين وبصر رجال الشرطة، وما فيش حد بيجرؤ انه يقتحم الحي ده او يدخله. يعني شفت الجبروت، حي في مصر محصن ما حدش يقدر يخترقه. انت بفيلمك اقتحمتي، فانا اول انا حسيت بخطوره السم اللي اسمه المخدرات ده. المخدرات ده طبعا يعني سم قاتل بيدمر شباب اي شعب، نعم، مدمر اقوى من اي سلاح. فحبيت اعمل عمل عن تجاره المخدرات تخدمي مجتمعك. ايوه، فحبيت اعمل عمل يعني يبين للناس ها ان المخدرات ده شيء خطير جدا ممكن يدمر اي شعب. فحبيت اقتحم هذا المكان، فعملت فيلم البطنيه. طبعا فيلم البطنيه حقق نجاح غير طبيعي، قعد سنه في دور العرض، يعني نيشان مش عارفين يشيلوه من دور العرض، تكسير يعني. الامن المركزي كان ينزل عشان ينظم الناس في ميدان الاوبرا، وشاهد الفيلم ولاده نجوم البلاد يعني احمد زكي، فاروق الفيشاوي، وكان في مجموعه من النجوم توب، محمود ياسين، احمد زكي، عماد حمدي، محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، فريد شوقي، مش عايز انسى حد، مجموعه عمالقه، وكان عمل ناجح بكل المقاييس. لما العمل نجح اثار مش عايزه اقول غيره، اثر نوع من بعض النفوس الضعيفه ابتدت تغير من نجاح هذا العمل، فابتدوا يعملوا حملات اعلاميه عشان ان ده ضد مصر وسمعه مصر، وان ازاي بتقول ان في يعني بتقول ان في مخدرات في مصر وفي مجتمع بالشكل ده جوه مصر، يعني يسيء لمصر صناعه السينما وناس من صناعه السينما. أيوة. نعم. فكانت النتيجه ان رئيس الرئيس السابق انور السادات شاف الحمله الاعلاميه دي، فقال انا عايز اتفرج على الفيلم، فودوا له الفيلم اتفرج عليه في الفيلا عنده. قال انبسط جدا من الفيلم، قال الله فيلم جميل جدا وما فيهوش اي حاجه، واللي موجود في 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 حي في البطنيه اكتر بكتير، احنا هنعمل زي النعامه يعني نتفرسنا في التراب، هو فعلا ده موجود والحي ده موجود والمشاهد دي حقيقيه والفيلم جسد فعلا حقيقه هذا الوضع. ما فينا نلعب دور النعامه. وفعلا امر ان الحي ده كانت النتيجه، طبعا الحي ده اتهاجم من رجال الشرطه وابيد وانتهى، فدي كانت رساله. انا بعد شفت بقى الفن ممكن يخدم مجتمعه ازاي، يعني من خلال هذا العمل
انقضى على هذا الحي اللي كان بيبيع السموم والمخدرات. نعم. للشباب. هو نفس الرسالة السامية اللي لعبتها السيدة فاتن حمامة لما عملت فيلم أريد حلا أثناء كمان خدمت مجتمعها. طبعا الفن طبعا الفن بيخدم المجتمع. الفن له دور كبير جدا جدا. أنا مش بس قدمت على فكرة البطنية بس. نعم. أنا قدمت شبكة الموت برضو عن المخدرات. صحيح. وأمن دولة عن المخدرات والإمبراطورة. قدمت أربع أعمال لأن أنا عندي اقتناع جدا إن مشكلة المخدرات دي مشكلة خطيرة جدا وأكتر ما يهدد أي مجتمع إنك تغيب عقول شباب. نعم. فحسيت بخطر المخدرات عشان كده قدمت أعمال كتير جدا حربة المخدرات. هني نفسه الجماعة يلي حاولوا تشويه سمعة الفيلم هن اللي كانوا وراء منع عرض فيلم خمسة باب تقريبا نفس المجموعة. شو عندكم لوبينج عم يعملوا لوبينج يعني كل ربنا يسامحهم بقى. فينا اسمي اسماء؟ لا مش عايزة اسمي اي اسماء. انا بسامح يعني شان والله والله ما بشيلش ضغينة لحد. يعني انا بقول ايه؟ بقول لا يصح الا الصحيح والبقاء للاصلح و ولا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. مهما الناس حربتك مهما حاولوا يشوهوا من أعمالك ففي الآخر في جمهور هو اللي بيحكم. كنتوا مع نفس الجماعة كنتوا أعداء صرتوا أصدقاء أحباب؟ لا أنا مش بتكلم على حد معين. أنا بقول لوبي لوبي بعمم يعني. على العموم أعداء النجاح كتير يعني مش بالنسبة لي أنا بس. وللأسف يعني أنا بقول لو دول يحاولوا بدل ما يبذلوا مجهود إنهم يحاولوا إنهم يسيئوا أو يفشلوا الناجح هم يحاولوا إنهم يمكن يلاقوا في نفسهم إمكانيات إنهم ينجحوا. نعم. بمجهودهم يبذلوا مجهود ويحاولوا يشوفوا الناجح ده تعب قد إيه عشان ينجح وصل لده إزاي مش بالصدفة وصل ده إزاي ويحاولوا إنهم يعني بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات زي دي ضيعوا وقتهم ازاي هم يشتغلوا على نفسهم ازاي ان هم يجتهدوا ويوصلوا كل مجتهد نصيب. كيفك اليوم انت ونجمة مصر الاولى نبيلة عبيد علاقتكم كيف صارت اليوم؟ اصدقاء جدا وفي بيننا كل خير. انا كل صار في اعتراف للقب لبعضكم على فكره هقول لك انا علاقتي بكل زميلاتي كويسه قوي بس انت ونبيلة عبيد حيلتين ايه لا معلش السينما المصريه تاريخ السينما راح يذكر نادية الجندي ونبيلة عبيد. انت بتتكلم دلوقتي على العلاقات الشخصيه ولا على قيمتنا الفنيه؟ نيليتو لا فجل. انا بتكلم دلوقتي على العلاقات الشخصيه. نعم. العلاقات الشخصيه انا علاقتي كويسه جدا بنبيله وبكل زميلاتي مفيش بيني وبينهم اي حاجه غير كل خير. نعم. هلا وطول عمري كل عمري وطول عمري يعني اي حد هاجمني او اي حد اخطا في حقي فبيبقى من ناحيته هو مش من ناحيتي انا. ويمكن يكون مثلا كان فاهم غلط او الظروف مثلا كان ما اعرفش لكن في الاخر اقتنع ان ناديه جندي انسانه بتحب زميلتها وبتحب زملائها وما بتحملش غير كل بس ناديه الجندي وجود نبيلة عبيد بحياتك المهنيه بالسينما المصريه كان محفز لحضرتك ووجودك انت محفز لها بس لانه انا سبق واستضفت لنبيلة عبيد قالت لي كل ما ناديه تعمل فيلم اروح انا عامله فيلم كل ما انا اعمل فيلم تروح ناديه عامله فيلم واتنيتكم كنت بس هو النجاح عموما بيحفز اي حد. نعم. يعني النجاح عموما بيحفز اي حد ان هو يتمنى ان هو ينجح. نعم. ده في العموم في المطلق. اما بقى هقول لك ما فيش حد شبه حد كل واحد له شكله ومواصفاته وجمهوره وكل واحدة لها لون مفيش حد شبه حد خالص. والحمد لله ان انا ربنا يعني اداني القدرة ان انا اعمل لنفسي لون خاص بيا ما قلتش حد خالص. بس ليش بيتم المقارنة دايما بيناتكم؟ ليه على طول بيجوا على ذكر اسم لا ده لا ده دول الصحفيين اللي عايزين يملوا صحافة يتكلموا مش صحافة أيوة. كل مره النجوم بدهم يعني بيقولوا على الصحافه والله العظيم لا والله بجد لا. بكلمك بجد دي حاجات الحاول الصحافه بتعملها عشان يعني تملى. شو بتقولي لها نبيلة عبيد برمضان هلا عبر انا والعسل؟ اقول لها كل سنه وانت طيبه يا بلبل وسنه جميله يا رب علينا وعلى مصر على كل الدول العربيه.
لقائك الوحيد مع الزعيم عادل إمام. تاج راسي تقولي. تعال ما اقولكش. لحظة طلع وصول. بدي تقولي لي افيهات هيك نعمل ملخص افيهات الافيهات. لا انا هقولك على علاقتي بعادل امام. بدي تسألي لي الافيهات قبل. لا على راسنا وعيننا عادل امام والزعيم. اوكي اول وحده. لا دي تتقال. دي تتقال في سياق عمل. طب بدي اسمع في سياق مشهد. طب انا بعمل يعني لازم المشهد بعد سنوات بس طويله. بس خليك بس معايا يا نشان. بعد سنوات طويله ما ينفعش اقولها. صليت ولا نبي حسيت لقل ضيفي. هي انت عارف هي معناها في سياق العمل. ايه يعني بتدي معنى للكلمه اللي انا عايزه اقولها. طب قولي يعني. لي جمل من دول بمعنى. لا بس جمل. هقول لك بقى علاقتي. لا سلم سلم لي على البتنجان. طب قولي لي جمل بس شو هن. سلم لي على البتنجان. اوكي واحده ثانيه. نعمة الله. انا نعمة الله والاجر على الله يا عبد الله. واحده ثالثه. انا انا قلت ايه تاني؟ ليه عندي في فيلم المذبح انا بالراويه ما حدش يقدر عليا. لكن لا هي بتتقال بلغه المذبح بقى. بس كيف؟ لا دلوقتي ما ينفعش وانا لابسه اللبس ده. لا معلش هقولها بلغه. نحن عم نطلع هيك فرصة. لا لا ما تجيش كريستو عم يدي فرصة بالقد. ما ينفعش. لازم ابقى لابسه لبس المذبح وابقى بنت صايعه. وشو بتقولي؟ واقولها وانا ما حاطه التزلق والحاجات دي اللي في الرجل دي وبذبح في المذبح وبتاع واقولها باللغه المذبح عشان 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 الناس تصدقها. لكن دلوقتي مش هتصدقها الناس وانا لابسه كده. ما ينفعش. بعد الفاصل لقائك مع الزعيم عادل امام و 10 اسئله حد السيف مع نجمه الجماهير ناديه الجندي. انا والعسل. ناديه الجندي لقائك مع عادل امام ليش ضلوا بلقاء وحيد؟ مش يعني اولا لقائي مع عادل امام كان لقاء ممتع جدا. قضينا ايام مش هقول لك يعني كنا فعلا زي العسل بجد انا وهو والفنان الراحل فؤاد المهندس. عشان كده العمل طلع بخفه الدم دي لان الروح كانت حلوه. كان في روح حلوه وكان في حب بينا وكان في حماس كده للعمل. العمل ده كان قرفته حلوه بشكل مر يا نيشان زي النسمه. ما حسيناش بيه رغم انه كان صعب وفي وان لوكيشن واستعراضات كتير قوي واغاني ومجاميع لكن فات بطريقه. لان اي عمل بيبقى فيه حب بيبقى فيه حب والفه بين كل العاملين بيطلع على الشاشه. الحب ده بيظهر على الشاشه. عشان كده الفيلم ده نجح نجاح كبير جدا جدا. وكان في تفاهم بيننا وكان في لدرجه ان عادل ساعات ما كانش بيبقى عنده تصوير. انا فاكره كان يجي يقعد معانا في التصوير ونقول له ما عندكش تصوير النهارده يقول انا مش عايز اقعد في البيت انا عايز حابب اللوكيشن عايز اقعد معاكم حابب العمل حابب. فاي عمل بيبقى كل العاملين فيه بيجمعهم الحب والحميميه والحماس للعمل بيطلع بالشكل ده. لما صورتي جسدتي دور المشوهة بفيلم الضائعة كنت محطة أساس بحياتك لأنه هالقد كان فيها مهارات تمثيلية وهالقد بدها جرأة وهالقد كان في درس من خلال الفيلم كان في هدف وكان في رسالة. أنا بعتبر الضائعة ده من أهم أعمالي. أولا مفيش حد يجرؤ أن يطلع بالشكل اللي أنا طلعت بيه. إنسانة مشوهة شكلي كان فظيع تنازلت عن كل شيء لا همني جمال ولا أنوثة ولا لبس ولا مكياج ولا حاجة أبدا. عشت الدور الشخصية دي شخصية جذبتني جدا شدتني جدا شخصية المدمنة دي. شفت بص منظري عامل إزاي فظيعة. ده من أحلى أدواري. ده لما قريت الموضوع كاتباها الكاتبة المرحومة حسن شاه عجبتني جدا. إنسانة محطمة بتدمن الظروف الاجتماعية بتخليها تدمن. أولا بتسافر بتهاجر وبتتكلم عن
هجرة المرأة، لما المرأة بتهاجر عشان تشتغل عشان تعول أسرتها، دي ما كانش حد تناوله الموضوع ده ابدا. والبهدله بقى اللي بتتبهدلها في الخارج والصعاب اللي بتشوفها كامراه في الغربه، ترجع بتلاقي الشقه، فبترجع بتلاقي طبعا غدر من الزوج بياخد فلوسها وبيتجوز عليها وبياخد ولادها، فبتدمن. سعيد صالح، كل الناس عارفه القصه، فما بتدمن طبعا بتتحطم تماما. فانا كنت عايزه ادي رساله ان الادمان ده بيوصل الانسان للحاله دي، بيدمر الانسان. لدرجه انا مره لقيت واحد جايني في المكتب بيقول فين مدام نادي، انا عايز اشوفها، عايز ابوس ايديها، عايز ابوس راسها. يا سيدي انت مين؟ قال لهم انا ابني كان مدمن، ولما شاف فيلم الضائعه خف وشفي تماما من الادمان. فهي دي بقى الرساله انا بقول لك عليها، انك انت تعمل عمل يكون رد فعله، رساله تقدمها لمجتمعك ويكون رد فعله ايجابي. تطمن اليوم على سعيد صالح؟ سعيد صالح ماله، هو عيان؟ تطمني عليه بالتليفون؟ طبعا اكيد اكيد طبعا بطمن عليه، هو مش عيان، هو كويس الحمد لله. في حدا من محيطك يعني عايز اقول لك برضه ان الضائعه ده برضه من ضمن الاعمال اللي بتهاجم المخدرات. صحيح صحيح، نسيت اقوله لك في المجموعه الاولانيه. مظبوط. هل شخص من محيطك تشظى من داء المخدرات نادية الجندي، يعني بمجتمعك؟ ايوه. اخويا شخصيا، فيمكن انا عملت الفيلم ده باحساس من جوه، الم رهيب. انا ما كنت بشوف اخويا بالحاله دي، ما كنت بتعب، ورحت قعدت في مصحه، انا قعدت عند دكتور مصحة إدمان عشان أدرس الحالات، الحالة اللي بتنتاب أي مدمن في كذا حالة بتصيبه، في حالة أولى، في حالات مختلفة بتصيب المدمن. فعشت أنا فعلا في مصحة إدمان، وعشت مع مدمنين، وعرفت كل التحولات الفسيولوجية اللي بتحصل في الجسم لما بيكون محتاج الجرعة. فعشت بكل أحاسيسي في الدور ده، عينت لدرجه ان انا قعدت بعد ما خلص تصوير الفيلم شهر مريضه، عندي حاله ديبريشن واكتئاب نفسي من الحالات اللي كنت بشوفها في المستشفى، ومن الحاله اللي انا عشتها ودخلت جواها شكلا وموضوعا، الشكل والاداء والاحساس بانك محتاج الجرعه، انك تاخد الجرعه، والاحساس اللي بيجي لك بعد ما تاخد الاحساس كان فظيع. اخوكي شو صار فيه؟ عالجته، وديته مصحات كذا مرة، والمشكلة ان المرض ده ما بيتعالجش بسهولة. يعني المدمن بيرجع تاني، يعمل ريسيديفيزم، بيرجع بيتعالج وبيرجع تاني. فهو رجع مرتين تلاتة وتعالج مرتين تلاتة لغاية لما الحمد لله يعني خف منه. اليوم كيف؟ لا اليوم الله يرحمه توفى. بس قدرتي قبل وفاته بشكل نهائي؟ أيوة بس تعبنا معاه، يعني خدنا مراحل. عشان كده أنا يعني بنصح كل إنسان بياخد الحكاية دي من نوع من باب الإيه، النسيان أو التسلية أو خلي باله قوي قوي إن دي نتيجتها سيئة للغاية، نتيجتها الدمار الدمار. يعني الحكاية دي مش سهلة إطلاقا. يعني قبل الفاصل الصورة اللي شفناها مع حضرتك الكبيرة تحية كاريوكا كانت قد أوصتك بأنه بعد وفاتها تجسدي دورها وحياتها. انعملت حياتها لتحية كاريوكا السنة الماضية. كيف لقيت تبعت العمل؟ يعني ما عايزة أقول لك تاني ما شفتهاش هتقولي مش معقول. إذا ما شفتي ما شفتهاش حقيقة. خلاص بعد الفاصل 10 أسئلة. حد السيف مع نادية الجندي. نادية الجندي 10 أسئلة حد السيف. يا ساتر. ممكن؟ جاهزة؟ تفضل. السؤال الأول، اختاري لي فيلم العمر، أرشيفك وتاريخك السينمائي بتقولي لي هيدا الفيلم هو فيلم العمر.
مش عارفة يعني، عشان أنا بحب كل أفلامي بصراحة. فيلم واحد. الرغبة. الرغبة. إذا في من لقب كان ليمنح لنجمة 100 عام في السينما المصرية قرن بأكمله، اسمك مع ثلاث أشخاص، ثلاث ممثلات نجمات ممكن يترشح على هذا اللقب، نادية الجندي، مين الثلاث البقية؟ مين الثلاثة الباقيين؟ على أدوار إيه يعني؟ نجمات مسيرتهم، تجربتهم الدرامية والسينمائية بالسينما المصرية. في ممثلات كتير مسيرتهم هتؤرخ في السينما المصرية. قولي لي مين أنت وثلاثة؟ يعني في فاتن حمامة. فاتن حمامة؟ في في سعاد حسني. سعاد حسني، واسم ثالث؟ ممكن نقول نبيل عبيد. نبيل عبيد. ممكن نقول ولا ما نقول؟ تقريبا. السؤال. أنيس منصور قال إنه الراحل حسن الإمام قال له أزكى ثلاث نساء في السينما المصرية نادية الجندي، سهير رمزي، وماجدة. عن اي ذكاء عم يقصد وجمعكم الثلاثه؟ هو قال كده نقلا عن الراحل انيس. ما اعرف شو هو كان يقصد ايه. شو الذكاء اللي بيجمعك مع ماجدة و سهير رمزي؟ لا، هو ان اللي انا اعرفه ان انيس منصور حضر بامبا كشر، وطبعا هو ما كانش مقتنع خالص ان انا ممكن اعمل عمل زي ده. كنت بروح له مثلا اودي له صوري وانا صغيره واقول له انا هعمل فيلم اسمه كذا، فطبعا كان من باب يعني يقول لك وجه جديد وحرام وخلينا ننشر لها شويه صور حرام عايزه تنجح وكده. ففوجئ ان انا عملت بامبا كشر، فخرج من العرض قال يعني لغايه هذه اللحظه ما كنتش متخيل انك انت هتعملي العمل ده اطلاقا. فطبعا ده ذكاء انك انت، بس ده انت عملتي في نفسك مقلب، انت بداتي حيث ينتهي اي فنان، فانت بداتي البدايه الكبيره اللي ممكن اي فنان ينتهي بيها. فانا فاكره ان الجمله دي وكتبها هو في مقال عنده في الاهرام افتكر. بتشاهدي التلفزيون وبتلاقي الشاشه مقسومه، ميدان التحرير وربع العدويه، وانت المواطنة المصرية نادية الجندي، قلبك على أي ميدان، على أي فئة شعبية؟ بص يا نيشان، أنا لا أنتمي لأي تيار أو أي حزب أو أي حاجة، أنا بنتمي لمصر، لمصر، مصلحة هذا الوطن في أي حزب وأي انقسامات وأي أطماع وأي أغراض، أنا بنتمي لمصر، لتراب هذا الوطن، وكل ما هو لصالح هذا الوطن وكل ما هو لصالح هذا الشعب وأنا بنتمي له. بس من الشباب النجوم يلي اكتشفتيهم او اديت لهم فرصه حتى يظهروا، مين بتقولي هيدا ابن اصل اليوم بيحفظ الجميل؟ محمود حميدة. النجاح واضح بمسيرتك، اعطيني عمل فشل وبتعترفي وبتقولي أنا نادية الجندي فشلت في هذا العمل. الحمد لله، وده فضل من ربنا
انا ما فشلتش ولا عمل عملته، لان ما فيش عمل عملته الا كنت مقتنعه بيه تماما. ولا عمل فشل؟ الحمد لله. ضروب الصيف مي بمذكراتك حتكون، رح يكون في حقائق ام نوع من فضائح؟ ايه خلص ما كملتش السؤال. خلص السؤال وخلص صح الديك. صح الديك. صح الديك. بكره ضيفتنا هي النجمه اللبنانيه مريم فارس، رح بتكون ضيفه انا والعسل 2. ناديه الجندي شكرا لك، وشكرا لهذه الاناقه والجمال الكملين يلي طليتي فينا وخصيتيني بعد سنوات من الاتصالات والمكالمات الهاتفيه. طوني سمعان وانا على التليفون، الو مرحبا مدام، شكرا لاطلالتك. ميرسي ليك قوي نشان، ميرسي وللشعب اللبناني.